السيدات والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد حلقة الليلة نخصصها لبحث عديد الملفات التي تتعلق بالتربية والتعليم في الأردن أرحب بضيفي في حلقة هذه الليلة معالي الدكتور عمر الرزاز وزير التربية والتعليم أهلا بك شرفت بحضورك أهلا بك أستاذ محمد ومسي على المستمعين والمشاهدين أهلا بك يا سيدي. الله سيدي سأبدأ اليوم الحقيقة الحوار من ملف كان نقاش فيه موسعاً مؤخرا وهو ملف المناهج والحديث عن مركز وطني لتطوير المناهج الاسباب الموجبه لمثل هذا المركز بدايه نعم أه لما بنحكي عن تطوير التعليم أه تطوير التعليم يتطلب مجموعه من من المحاور ونشتغل على مجموعه من الجبهات الاساسيه واحده منها المناهج بس المناهج مش لحالها المعلم وتدريب المعلم وتأهيله ورفع إمكانياته وإعادة الهيبة لمهنة التعليم جزء أساسي البيئة المدرسية اللي بدرس فيها الطالب الصف درجة الحرارة شعوره بالجوع كل هاي الأمور وضع المدرسة هل في عنا تعليم مبكر للسنوات الخمسة الأولى نوعية التعليم المهني امتحاناتنا كيف كلها هاي منظومه متكامله، اذا بدنا ننتقل بالتعليم الى الامام علينا ان نتابعها كلها، وحده منها المناهج. فلما نقول لماذا لماذا هاي المنظومه كلها؟ لأن ادائنا ومخرجاتنا في التعليم عم بتعاني، ان كان الامتحانات العالميه اللي بنشارك فيها، ان كان امتحاناتنا احنا إن كان أثرها على نفسية الطالب إن كان بامتحاناتنا إن كان مستويات البطالة العالية اللي عم, نشوفها وضعف التوائم بين المخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل قدرة الطالب على أنه يفكر بشكل نقدي وبشكل مبدع وكل المهارات اللي اليوم بالقرن الواحد وعشرين أصبح لا غنى عنها موضوع الحفظ والتلقين وما الى ذلك، اليوم احنا بالقرن ال21 ما بنقدر ما بنقدر ننافس لا على مستوى المنطقه ولا على مستوى العالم بالادوات اللي موجودين، فهذه هي الاسباب بصراحه بشكل مختصر اللي تقودنا لاعاده النظر مش بس في منظومه المناهج ولكن ايضا في كل المدخلات اللي حكيناها. طيب يعني هناك من نظر بايجابيه لمثل هذا المركز لكن عشان نكون ايضا واقعيين، هناك من نظر الى ان هذا المركز هيئة مستقلة جديدة وتفريخ جديد لوزارة التربية والتعليم، وعندنا مديرية مناهج في الوزارة، فليش نستحدث مركز؟ نعم. أه سؤال وجيه. أه أولا هو مركز متخصص. أهميته أنه متخصص. اليوم أصبح المناهج علم، علم قائم بذاته. علم يعتمد على معرفتنا أنه الإنسان يتلقى المعرفة والمعلومة بطرق مختلفة بأعمار مختلفة يحتاج إلى المعلومة تكون محطوطة بطريقة مختلفة طريقة فهمه تعدد أنواع الذكاء عند الإنسان كل هذه أصبحت علم هذا العلم قد ما أنا عندي خبرة كمعلم في التعليم قد أعلم الماده اللي موجودة بين إيدي ولكن أن أوظف كل ما أصبح في متناول اليد من ناحية خبرة عالمية وعلم في هذا الموضوع يحتاج إلى اختصاصي هذا جانب الجانب الآخر أنا الكثير من اللي كان عندهم ملاحظات على المركز كانوا يعتقدوا أن المركز انفصل بشكل كلي عن وزارة التربية والتعليم وأصبح هو الآمر الناهي في المناهج، هذا مش صحيح واللي بتطلع على النظام سيجد ذلك. المركز يقدم توصيات فيما يتعلق في المناهج، بدرس و, و... وبعمل ابحاثه وبحضر المناهج، يقدم توصيه في هذه المناهج الى مجلس التربيه والتعليم <applause> اللي يراسه وزير التربيه والتعليم، هذا المجلس يقر هذه التعديلات او يرفض هذه التعديلات. ف, ف فارتباط هذا المركز بالاخر هو في وزاره التربيه والتعليم، ثانيا هو خاضع ايضا لديوان المحاسبه وديوان الخدمه المدنيه، كل تجريب المناهج، اي منهج بنعمل لازم يتجرب، تجريب المناهج واصدار التقارير في هذه التجربه بده يكون من خلال دائره نعم. المناهج في وزاره التربيه والتعليم، فهو في الواقع اصبح الان مكمل لدور الوزارة التربية والتعليم بيجيب لها خبرات من, من هذا المركز والخبرات ما عم نحكي عن خبرات أجنبية أنا من في خلال الشهرين الماضيين الكفاءات اللي موجودة عندنا في الجامعة الأردنية على مستوى أساتذة الجامعة كفاءات هائلة وعم بيستفيدوا منها دول العالم بيستفيدوا منها دول الخليج فانا الاوان ان نستفيد منها احنا ونحطها في هذا المركز طيب راح نسمع نستمع لاراء بعض المختصين بهذا المركز ومن ثم اسمع تعقيبكم منهم جزء من الجامعه الاردنيه تحديدا نعم. نتابع سويه الكتاب المقرر ربما يكون احد وسائل التعلم والتعليم، هناك وسائل اخرى كثيره وطرق اخرى كثيره ومصادر اخرى كثيره للمعلومات. للاسف الشديد واعلنها يعني بصراحه مناهجنا تقليديه ولا زالت تقليديه، يعني احنا دخلنا البيئه الالكترونيه ودخلنا البيئه الرقميه ولا زال الكتاب المقرر كتاب مطبوع ورقي في بعض الاحيان يستمر لعشر سنوات. عشر سنوات المعلومات التي يضمها تصبح قديمه جدا جدا وخاصه في العلوم والتكنولوجيا حتى في اداره الاعمال، حتى الموضوعات يعني مثلا زي موضوع الاي تي وغيرها من التخصصات، هذه الموضوعات تتسارع بشكل يومي. ان بدا هذا المركز بدايه صحيحه سيكون ان شاء الله يعني يحل جميع مشاكل المناهج في الأردن وإن شاء الله في الوطن العربي هذا المركز يجب أن يكون مستقلا يعني قد يكون له مجلس قد يرأسه وزير التربية والتعليم ولا بد من أيضا أن يكون له مدير قوي رئيس لهذا المركز قوي إضافة إلى المجلس الذي يرأسه وزير التربية والتعليم. نعم. بداية أنا كنت أحد أعضاء لجان الإشراف والتوجيه على لجان على مناهج التربية الإسلامية. بداية نحن نقول الآن هل وجود مشاكل أو لا؟ هلا ظهر هناك مشاكل ونحن حتى في كليجان كنا نشعر بهذا الامر وتحدثنا مع الوزاره ومع مديره المناهج في هذا الموضوع قبل ان تحدث الاعتصامات والاعتراضات كامله عليه وكان الاشكاليه الموجود فيها ان بعد اقرار هذه المناهج من اللجنه التوجيه والاشراف وايضا اقرارها من مجلس من لجنه الانسانيات في المجلس في وزاره التربيه والتعليم وايضا بعد اقرارها من مجلس كامل تحدث هناك تغييرات يعني مجموعة من الدكاترة اللي بنعتزم نفتخر فيهم الدكتور ربحي عليان يعني. والدكتور محمود القضاوي ودكتور شرعة أبدو رايهم ابدوا ملاحظاتهم بداية مركز مستقل رئيسه قوي وان بدا بطريقة صحيحة سيستمر وسيكون وسيشكل اضافة ولا يمكن ان ان يكون تطوير المناهج كل عشر سنوات وجهة نظرك؟ آه تماما يعني الاساتذة الافاضل ركزوا على اولا احنا دخلنا في عصر تتغير فيه المعلومه وتنقلب فيه المعلومات راسا على عقب كل سنتين وكل ثلاثه فاحنا بحاجه الى منهج بحاجه الى ادخال التكنولوجيا على مناهجنا وطريقه تعلم الطالب وتفاعله مع المنهج، يعني في مقوله لما بحفظ شيء بنساه بس لما بفعل شيء بتفاعل معه ما بنساه اطلاقا. بدنا نعكس هذا على على مناهجنا وعلى طريقه التعليم وطريقه التعلم يعني ننتقل من التعليم اللي بيركز على المعلم للتعلم اللي برتكز على على الطالب فهذه نقله نوعيه احنا بحاجه اليها الأساتذة الثانيين كمان ركزوا على حوكمه وحاكميه هذا المركز هو يجب ان يكون قوي وقوي جدا بامكانياته ولكنه ليس معلق بالفضاء هو يرتبط بكل شيء بقدمه بتروح على اللجان المعنية تراجع من قبل اللجان المعنية في وزارة التربية والتعليم ويرفع فيها لمجلس التربية والتعليم اللي يرأسه وزير التربية والتعليم وحتى في المواد المتخصصة يعني لما نيجي بنحكي على مادة العلوم لازم التفكير انه يكون في لجنه من بوثقة عن المجلس الاعلى للعلوم التكنولوجيا تراجع هذه الماده، إذا في مادة بالعربي مجمع اللغة العربية يراجع هذه المادة، إذا في مادة بالتربية الإسلامية آه لجنة مشكلة من عمداء كليات الشريعة تراجع هذه المادة، فهذا اللي احنا بدنا نوصل مستوى عالي من التخصص مستوى عالي من المعرفة وفي في في علم المناهج وننتقل بذلك لنؤثر على البيئة التعليمية بشكل عام ننتقل من التعليم الى التعلم، هذا هو الهدف والغايه الرئيسيه من تطوير المناهج مش الطالب الطالب يجب يكون ان يكون هو المحور الذي نسخر كل هذه المواد من اجله. طيب انا خليني استعرض نظام المركز وهو مسوده عفوا النظام المركز الوطني لتطوير مناهج منشور على ديوان التشريع والراي ومستقل اداريا وماليا. الفكرة من ذلك وهي قد تثير بعض القلق لدى البعض. آه هو هو مستقل بمعنى انه هو موازنته مش ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم، مم. ما بدنا هذا المركز يكون الوزير هو قادر ان يسحب منه مخصصاته او يعطي مخصصاته، هو استقلال بحاجة الى هذه الاستقلالية حتى يشتغل ويعرف يشتغل. له. ولكنه مش مستقل بمعنى انه يفرض مناهجه على احد اطلاقا. فهو استقلال اداري مالي حتى يدار وعندنا امثله في الناس باستمرار بتشير لمؤسسات مستقله ماليا واداريا في الاردن ان كانت المواصفات والمقاييس او الغذاء والدواء او مؤسسات اخرى اللي عم تقدر تشتغل على على ارض الواقع لانه عندها حد ادنى من الاستقلاليه اللي تقدر تشتغل فيه هذا اللي بنفكر فيه في حال طيب احنا بنحكي عن راح احكي عن اهداف المركز وراح نستعرضها في الماده الرابعه للآن الان موجوده على الشاشه يتولى المركز القيام بالمهام التاليه اولا مراجعه وتطوير الاطار العام للمناهج والتقويم ابتداء من مرحله الطفوله المبكره حتى الصف الثاني عشر بما في ذلك النتاجات التعليميه العامه والخاصه بالمباحث جميعها واثنين تطوير مؤشرات الاداء الرئيسيه في النقطة الثالثة تطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وأدلة المعلمين تكون على مستوى عالي من الجودة بما يشمل تطوير معايير محتوى لكل مبحث وعمليات استدراج الخبرات بما يختص في تطوير وتصميم وتأليف الكتب المدرسية في النقطة جيم أيضا من ذات النقطة تطوير خطط العمل والجدول الزمني دمج نظم تقنية التأكد من شمول الكتب 12 نقطة الحقيقة هي المهام التي يعني اللي نص عليها مشروع او مسودة النظام، انا ما عندي تعليق عليها لكن اسمع رايك في ها في هذه المواد. آه هاي المواد متكامله آه بتعطي هذا المركز القدره على قياس قديش اولادنا عم بتعلموا من المناهج اللي موجوده عندهم، من الكتب المدرسيه اللي موجوده عندهم، الادله تبعت المعلم هل هل بتفيده؟ هل عم بينعكس كله هذا في الامتحان؟ طبيعة الامتحان هل هو اجترار وتكرار لما هو في المادة ولا ولو سألنا الطالب سؤال شوية ها خمسة في المية زايح عن, عن المادة بيعرف يجاوبه ولا هو حفظ المادة حفظه بعرف يعيدها وبعد ثلاثة أشهر راح ينساها هذه هي الشغلة المتكاملة اللي بيشتغل عليها المركز أعطيك مثال اليوم أنا شفته في مادة للصف الرابع الابتدائي تتحدث هذه المادة عن الدستور الأردني وفصل السلطات ماده كلنا نتفق انه على طالبنا الاردني ان يطلع على الدستور ولكن في اي صف واللغه اللي بدنا نستخدمها هذا اللي بالصف الرابع اللي شفته عم بتطلع على هاي الماده لم يفهم ثلث ارباع ما قيل وسيضطر ان يحفظها ويكررها لو هاي الماده نفسها انعطت اولا في الصف السابع ولو انعطت بطريقه مختلفه لو انعطت بطريقه تفاعليه صار فيها لعب ادوار سلطه تشريعيه سلطه تنفيذيه وما الى ذلك راح يفهمها الطالب ويستوعبها بطريقه مختلفه جدا لو هذا الكتاب مش محطوط ويعني محشو بالمعلومات بهذه الطريقه راح يصير في فرصه عند المعلم انه ياخذ وقته اكثر ويعمل حوار تفاعلي حول هذه المواد فكل هذا الموضوع سينعكس في مخرجات هذا المركز اللي بالاخر بنعكس على على اداء بس انا بدي ارجع واقوله تفضل انه المناهج لحالها هي عنصر من العناصر المعلم عنصر اساسي ورئيسي بل هو المحور لانه بدون المعلم ولا كل شيء ولا اي شيء من هذول المواضيع بيصير البيئه الصفيه اللي بنشتغل فيها التكنولوجيا اللي عم نوفرها اليوم، التكنولوجيا صارت موجوده اللي بنقدر احنا نوصل للطفل محل ما هو وحبر ان كان عنده عند اهله سمارت فون اللي بيقدر ينزل عليها، بيقدر يتعلم على على السرعه اللي هو مرتاح فيها فكثير صار في عندنا، صار في عندنا قدره على الربط مع مدارسنا، اذا انا عندي معلم فيزياء بارع في المملكه واحد بقدر أبثه على شاشات للمدارس كلها ابتداء من السنة القادمة إن شاء الله. فهذه المواضيع كلها. من العام الدراسي القادم ولا؟ من العام الدراسي القادم. القادم. نعم. آه طيب. فهذه الأمور كلها متكاملة. ما مم. يعني ما نفكر فقط في في المناهج وفي هذا المركز وكأنه إما هو المشكلة أو هو الحل هو جزء لا يتجزأ من الحل المتكامل. طيب أنا بدي أرجع بس للمادة خمسة اسمح لي من طلع. مشروع النظام و. فيها تشكيله المجلس يكون المركز مجلس يسمى المجلس الاعلى للمركز يتم تعيينهم واقالتهم وقبول استقالاتهم باراده ملكيه ساميه بناء على تنسيب رئيس الوزراء وذلك على النحو الاتي. ثلاث ذوات يكون احدهم رئيسا للمجلس بنص الاراده الملكيه الساميه ويكون تعيينهم لمده ثلاث سنوات قابل للتجديد. وزير التربيه والتعليم، وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجمع اللغه العربيه مفتي المملكة الأردنية الهاشمية ونقيب المعلمين هذه المادة الخامسة من نص النظام وأنا بدي أسمع يعني لماذا هذه التشكيلة هذه التشكيلة الهدف منها هو أن نتأكد أن الطيف المعني بالتربية والتعليم لأنه زي ما قلنا هذا مش فقط موضوع الوزارة التربية والتعليم التعليم العالي مسؤول بشكل مباشر لانه مخرجات التربيه بدها تفوت لعنده مخرجات التعليم العالي ستعود الى المدارس وستعود الى المدرسه من خلال هذا مفتي المملكه هو يعني معني بشكل مباشر بقيمنا وثوابتنا الدينيه والوطنيه آه وكذلك آه مجمع اللغه العربيه في اللغه الام التي يجب ان نستعملها في تفكيرنا في تحليلنا في كتابتنا آه نقابه المعلمين مهمه جدا انا ما بقدر اقصيها من هيك عمليه لانه هي بالاخر اللي راح تستعمل وتستخدم هذه المواد فاذا بتطلع على التشكيله التشكيله تعكس ال ال ال, ال, ال التاكيد على التعدديه والشراكه والشراك الحقيقيه في هذا الموضوع، هذا مش موضوع فقط لخبراء فنيين ما لهم علاقه بالواقع اللي احنا الثوابت الدينيه والوطنيه هامه جدا، لغتنا العربيه هامه جدا وعلينا ان نتاكد ان هذه المرجعيات موجوده على اعلى هرم المركز. طيب انا هون بدي اسال كمان سؤال في ملف الـ الـ المناهج وقبله في موضوع هذا 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 نظام وليس قانون نعم لماذا نظامه ليس قانون لانه اذا بدك تروح على قانون بتكون بدك تعزل هاي المؤسسه عزل كامل عن كل ما ترتبط فيه ب عن الوزاره وعن عن, عن الوزاره ليس الهدف عزلها جميل ابدا فهذا بشكل اساسي طيب ملف ملف المناهج وقبل الخروج منها هناك جدل تشكل في الاونه الاخيره حول موضوع المناهج اليوم بوجود هذا المركز الجديد إن تم هل سيقلل ذلك من هذا الجدل سياسيا واجتماعيا ام انه سيبقى على حاله ام سيزيد لا, لا سيقلل سيدي لانه موضوع المناهج موضوع وطني بامتياز ويخضع لحوار وطني إحنا بدنا, نس... بدنا والآن الوزارة في خضم حوار وطني حول إحنا وين بدنا نروح آه، أين توجهنا المستقبلي في المهارات اللي بده يمتلكها الطالب لما بنقول الهوية الوطنية كيف نعكس ذلك ما هي الأدبيات اللي بدنا نحطها كيف بدنا نربي القيم الدينية والثوابت اللي إحنا بنعتز من... فيها ونعكسها بطريقة اللي مش بس يحفظها الطالب ولكن تأثر على ممارسته وعمله وإتقانه لعمله وإيمانه بوطنه وإيمانه بدينه وإيمانه بدوره كفرد وكجزء من المجتمع هاي الأمور بدها حوار وبدها تنعكس لن هذا المركز ليس صندوق مقفل بتصير الأمور فيه في معزل وإلا ما بنحط هاي التشكيلة على 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 مجلسه في 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 المجلس هذا المركز سيكون هو التعبير عن هاي التوافقات احنا بحاجة الى مبادئ عامة تحكم عمل هذا المركز تعرف تماما اولوياته والثوابت الدينية والوطنية وتعكسها على على ارض الواقع لذلك انا اعتقد انه عندنا فرصة ان نحول الحديث اللي مرات بصير ويسيس و... و ويحولنا إلى مجموعات تتصارع بينما في الواقع إحنا غالبيتنا متفقة على التربية والتعليم ولا خلاف في المجتمع الأردني على ذلك وهذا المركز سيكون هو تتويج لهذا التوافق على المستوى الوطني أنا بعد فاصل رح أرجع لك معليك ورح نحكي عن موضوع الحقيقة المنهج أم أسلوب التدريس أيهما المشكلة الحقيقية اليوم فاصل ومن ثم نواصل معنا نواصل حوارنا وضيفنا الكريم وتوقفت عند موضوع المناهج ام اسلوب التدريس؟ هل المشكله في مناهجنا؟ هل المشكله في الماده النظريه؟ ولا المشكله في طريقه ايصال المعلومه للطالب اليوم؟ محمد بيك الموضوعين متكاملين بدون ماده صعب على المعلم ايصال المعلومه للطالب بطريقه مناسبه تتوافق مع ذكاء الطالب وقدراته وبدون الأسلوب اللي يستخدمه المعلم فأي شيء بتعمله على المنهج ما رح يعني يعطي أكله دور المعلم اليوم في العالم عم بيختلف عم بتطور اليوم يشبه المعلم أكثر بمدرب فريق يعني يتفاعل معه يسمح لهذا الفريق أن يتعلم كل فرد منهم من, من الآخر بشوف وين نقاط القوة ونقاط الضعف عند كل واحد منهم وبتعامل معهم على هذا الأسلوب ولكن على أساس أنهم كلهم فريق متكامل يكمل بعضه بعضا بيعطيهم مشاريع يشتغلوا عليها مع بعض احنا اليوم في القرن الواحد وعشرين أصبح التعاون والعمل في الفريق جزء أساسي من عملية الإنتاج مش كل واحد بيشتغل لحاله على, على خط إنتاج ما, ما له علاقة في الثاني فدور المعلم أيضا عم بيختلف وعم بتطور لذلك إحنا بحاجة إلى, إلى تدريب بحاجة إلى التأكيد على مهنية التعليم هاي مهنة مش وظيفة مش واحد جاي يساوي يعني يقرأ بصوت عالي ويضله رايح هي مهنة حقيقية وتشبيهها في المدرب مدرب الرياضي مدرب الفريق هو فعلا تشبيه مناسب لانه هذه هذا التطور فكل هاي الامور احنا بحاجه إليها طيب انا اليوم لما احكي عن المناهج تحديدا عم نحكي عن وسمعنا اصوات تتحدث بكل صراحه ان مناهج وزاره التربيه والتعليم اليوم اللي بندرسها لابنائنا هي مناهج قادت الى التطرف تعزز التطرف وخرجت عن اطارها ونبذت الحوار لغه الحوار بين طلبتنا فهذا ما اتت هذه نتائج اليوم عم نشاهدها ونتابعها صحيح اخي محمد في فرق بين ان تقود المناهج الى التطرف انا شخصيا لا اعتقد ان المناهج قادتنا الى التطرف ولكن مشكله المناهج انها لم تحصننا بما فيه الكفايه من التطرف وفرق كبير بين أنا أقول ان اقول انه هذا المنهج يقود الى التطرف وأنا اقول انا بحاجه الى منهج يحصني يحصني من التطرف كيف يحصني من التطرف ان ان اقبل بالحوار مع الاخر ان اتسامح مع الاخر ان ان نتوافق على ان نختلف ان اؤمن بانه رايي صواب يحتمل الخطا وراي الاخر خطا ولكنه يحتمل الصواب ان ان ادرك ان هناك تعدديه في في المجتمعات اليوم وخصوصا في المجتمع العالمي اللي بنعيش فيه اليوم. هذه كلها تسلح الفرد على بقيم هامه حول ايمانه بنفسه، ايمانه وتجذير قيمه الداخليه ولكن بدون اقصاء. للآخر بدون استعداء للآخر بدون ما الآخر يستعدي فهل حصنتنا مناهجنا اليوم بما فيه الكفاية في هذا المواضيع أعتقد على مستوى العالم العربي مش بس عنا مناهجنا لم تحصلنا لم تعكس ما نحفظه من القيم إلى واقع وممارسات إحنا بنحكي لأن... إحنا بنحكي النظافة من الإيمان وإماطة الأذى عن الطريق صدقة قديش كلنا عارفينه وكلنا حافظينه قديش من مارسه وما هي النقلة اللي بنحتاجها حتى ما, ما نكرر وما نقوله ينعكس على تصرفاتنا ونكون بدل ما نكون منفصمين وعن فصام نكون موحدين من الداخل ونؤمن بما نقوم به فما نفعله يعكس قيمنا وما نقوله يعكس افعالنا هذا التحدي. هذا التحدي نحن قادرون على مواجهته اليوم؟ في مناهجنا في تطوير مناهجنا؟ 100% واذا لم نكن قادرين فلنسلم بكل شيء لانه هذا هو المحور الاساسي. في في التربيه الوطنيه والهويه الوطنيه والسياده الوطنيه ايضا هذا هو المحور الاساسي في 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 كل ذلك. انا مؤمن تماما وكل انا بحكي مع طلاب مع معلمين اليوم كانت عندي بنت من من احدى المدارس اجت عندي هي واهلها لانه لها وجهه نظر والله العظيم لما سمعتها ادركت انه احنا بخير في بين شبابنا وبين معلمينا قدرات هائله وتصميم هائل وإدراك لحجم التحدي وأيضا بوصلة واضحة إحنا نزل. منهجنا اليوم تتحدث عن الحوار بعرف الحوار بدل مهارات وتطبيق و... أنا لما باجي بقول عرف الحوار أو عرف التسامح وعدد مساوئ محاسنة وعدد مضارة عدم مش هيك أنا بدي أجمع مجموعة من الآراء المختلفة حول حول فعالية لا صفية ننطلعهم على قضية على, 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 معسكر تطوعي يحكوا فيه في مواضيع يتفقوا ويختلفوا نعلم إن طلابنا أنا بالنسبة لي البرلمان الطلابي شيء أساسي ما عم نعطيه ما يستحق من الاهتمام لأنه بدك تربي هاي الروح روح الاختلاف الديمقراطية هي وسيلة لإدارة الاختلاف في المجتمعات وإلا بصفي كل واحد بسحب سلاح على الثاني وهذا احيانا اللي عم بصير عنا بدليل انه احنا ما وصلنا ما ارتقينا لهذه المرحله بعد فاحنا بحاجه حقيقه ان نوظف كل هاي الوسائل ونتاكد انه شبابنا بنشاطهم داخل الصف وايضا نشاطهم خارج الصف بالرياضه بالفنون بالتطوع بالعمل الميداني هاي الشخصية بنبنيها بشكل متكامل لأنه بيكتشف الإنسان نفسه لما بيشتغل بهاي الشغلات بيكتشف وين مواهبه وين قدراته طيب أنتقل لمحور آخر ومحور الثانوية العامة أبرز التطورات والمراجعات لمحور لهذا الموضوع وهذا موضوع يمس كل بيت أردني نعم نعم آه، امتحان الثانوية العامة بحاجة إلى مراجعة من ناحية الإجراءات ولكن أيضا من ناحيه المضمون من ناحيه الجوهر ونسال حالنا احنا شو اللي بنساويه قاعدين شو اللي بنقيسه شو اللي بنحاول نعمله وصلنا لمرحله انه لما بيكون عنا وفعلا وهي ارقام دقيقه لانه في السنوات الماضيه واحنا بنكمل بعض آآ معالي الدكتور ذنيبات وصل التوجيه إلى مرحلة إحنا تقييمنا للعلامة دقيق ما عاد الغش انحسر وما عاد في المشاكل اللي كانت موجودة سابقا فالآن لما بنقول 40% عم بيرسب أو 50% عم بيرسب في الامتحان معناته 50% عم بيرسب بالامتحان أثرها لما أنا فالآن عندنا واقع لما 50% عم بيرسب من الامتحان ناهيك عن اللي اللي بيستنكفوا عن تقديم الامتحان ناهيك عن اللي ما سجلوا اصلا عم نحكي عن حوالي 70 ل 75% من طلبتنا بطريقه او باخرى احنا عم عم نوصمهم بالفشل علينا ان نقف امام هذه الظاهره وان نفكر فيها اولا ليش عم بستنى للصف 12 عبين ما اصدر هذا الحكم ثانيا ما معنى هذا الحكم إحنا اللي جايب خمسين بوزع حلوة واللي جايب تسعة وأربعين مأتم يعني ويؤثر وينعكس سلبا على على الطالب وعلى أهله وما إلى ذلك فهناك بالجوهر قضايا علينا إعادة النظر فيها وإعادة الطريقة اللي بنقول فيها معظم امتحانات عالميا اليوم تعطيك رق يعني من مجموع علامات مثلا في امتحانات بتكون من 800 أو 1000 1200 بتعطيك علامتك هاي العلامة بتأهلك للجامعات الكبرى هاي العلامة بتأهلك للطب أو الهندسة هذيك العلامة بتأهلك لإشي تاني بس ما في خط واحد بقول لك خمسين فوق الخمسين ناجح تحت الخمسين راسب لأنه في كثير مهن وفي كثير مواهب وفي كثير قدرات امتحان التوجيهي ما بي ما بيلامسها ولا بيعرف عنها. فأنا ليش عم بوصم هذا الشاب أو الشابة بأنهم فاشلين في الوقت اللي أنا بعرفش قدراته في المواهب في الإبداع في, في العمل بالفريق وما إلى ذلك. فإحنا بحاجة إلى إعادة النظر وأنا أرحب في الواقع ومن خلال اللقاءات ومن خلال مؤتمر وطني يمكن لازم نفكر نعمل فيه. آه بتغذية الراجعة من أولياء الأمور، من الطلبة أنفسهم. من المعلمين، من القطاع الخاص وسوق العمل اللي عم بيستقبل هؤلاء كيف يصير هذا الامتحان هو امتحان مش بس عشان افرز 75% من الطلاب بالفشل، بس عشان اعطيهم ثقه بالنفس واوجههم باتجاه صحيح اللي 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 يكملوا فيه. الجانب الثاني هو الاجرائي. كيف هل نعمله مره بالسنه ولا نعمله مرتين بالسنه مو يعني هاي مش هاي يعني الاردنيين صراحه صحيح. مره مره فصل واحد مره فصلين صحيح. مره امتحان مره امتحانين مره باسبوع مره بشهر صراحه هذا موضوع اقلق الأردنيين هو عمل كان بال باواخر التسعينات كان مره واحده ولكن المشكله كانت كالتالي انه كان يمتحن الطالب بكل المواد فكان آه عبء كبير عليه ثانيا إذا كان رسب بمادة واحدة بتروح عليه السنة كلها ولازم يرجع يقدم السنة اللي بعدها فكان له ما أخذه الآن إحنا القصة مش قصة أنك تعمله مرة أو مرتين ولكن تتعلم من هاي التجارب وتستفيد منها وتصلح آه مستقبلا ما الطلاب الآن بشعر عدد, عدد... بتجربوا فيهم الأهالي بيشعروا أنه إحنا بتجرب فينا هنا كل سنة هم لا لا لا, ما هو لا ما هو. مهو. مهو. هم الاهالي انه والله يعني انت السنه السنه كان النظره كلها انه انه إيه قديش, قديش 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 امتحاننا هاي المره مره ولا مرتين ابني اللي بده يقدم توجيهي السنه الجاي بده يقدم مره ولا مرتين هاي كانت قلق الان التوجيهي قلق التوجيهي بحد ذاته قلق والتوجيهي لما عم نعمله مرتين عم بياخذ في كل فصل عم بياخذ حوالي شهر بين الامتحانات المدرسيه التجريبيه والتوجيه كل يعني احنا على الاقل شهرين من السنه الدراسيه عم ناخذها للامتحانات هذول الشهرين مش عم بدرسوا الطلاب فيها مواد عم بي عم بعيدوا بيحفظوا بعيدوا بيحفظوا عشان, عشان الامتحان فاحنا عم نخسر انا بقول خلينا نمسك الموضوع من اساسه وهو القلق اللي بتحكي عنه مش مفروض هذا الامتحان يسبب هذه الدرجة من القلق فهون نيجي للجوهر القضايا أنه مرة ولا مرتين كل العالم بيعمل مرة آه وما بيأخذ هاي الفترة وما بيسبب هذا القلق الآن حتى ما يسبب قلق أولا أنا برأيي لازم يكون عدد المواد اللي يمتحن فيها الطالب أقل مش يمتحن بـ بـ بعشر مواد يمتحن بسبع مواد ثانيا آه انه يكون في تباعد بين الماده والثاني ثالثا انه يكون في تكميل يقدر بعد شهر او شهرين اذا آه لا سمح الله رسب بماده يرجع ياخذها كمان مره لما باتمت انا الاسئله وبصير عندي بنك اسئله ممكن انه ياخذ هذا الامتحان لحال وهذاك الامتحان لحال لانه بروح على قاعه فيها فيها جهاز كمبيوتر وبياخذ عليه الامتحان احنا بدنا نوصل يا دكتور في في مدارس لا بالعكس لا لا احنا ال... بنحكي عن تطوير التعليم الاله الحاس بشكل وانك تاخذ امتحانك الامتحان يجيك يطلع لك السؤال على جهاز الكمبيوتر ويكون مختلف عن السؤال اللي اللي جنبك شكل ثاني أيضا شو عم بسالك الـ 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 الامتحان؟ هل عم بطلب منك تكرر المعلومه اللي موجوده في الكتاب؟ ولا في ضوء المعلومه اللي في الكتاب عم بسالك سؤال اللي يشحذ ذهنك وشو اللي عم نقيسه احنا؟ على قدرتك على الحفظ على البصم ولا ما؟ فهذا الموضوع بدنا حوار عليه، بدنا نطوره، ما بصير بيوم وليله آه ولكن الانتقال لكل هاي الامور مفروض انها تريح الطالب وانا مش مؤمن اطلاقا القرار مش بس قراري ولكن انا مش مؤمن انه الامتحان لازم يكون من 150 هي علامة النجاح للجميع او 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 الرسوب في ناس عم بتكون بياخذ بمادة واحدة 48 على علامة او علامتين وبتأثر على كل طبعا تحصيل. تحصيله تحصيله ف... يا اخوان اللي 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 بالرياضيات مش مش مبدع مش معناته مش مبدع بمواد اخرى. ليش ما انا اجمع مجموع علاماته واعطيها كمجموع من مجموع العلامات 1250 مجموعه 1000 ألف او 1100 ألف او 800 او في 700 دول في دول العالم ماذا تريد ان تدرس؟ تقدم به تماما شكرا سيدي، يعني اللي بدرس اللي بده يدرس طب لازم يجيب ألف ومية اللي بده يدرس اللي بده يدرس شيء عملي اللي بده يدرس شيء تطبيقي اللي بده يدخل بالفنون بيعتمد على موهبته مش بيعتمد على شو الرقم اللي جايبه في الامتحان فبدنا الامتحان يساعدنا في هذا الاتجاه وان شاء الله يعني خلال السنوات القليله القادمه رح نقدر نرتقي في هذا الموضوع حتى يبطل كابوس ويبطل مصدر للقلق اللي هو موجود علينا طيب تسمح لي هون بكل صراحة احنا طبعا. في العادة لما نحكي بنغير مناهج بنشيل وحدة وبنحط محلها وحدة وبنقيم وحدة وبنحط هناك وبنوزع وبنغير جرد كتاب من من أحمر لأخضر ولا من أصفر لبرتقال بنقول والله هنا غيرنا مناهج هذا بيتغير عشان هيك بدنا المركز <applause> عشان هيك بدنا المركز لأنه إحنا بالآخر الواحد ما بيقدر إلا يكون نتاج تاريخه إحنا في الوزارة اشتغلنا بهذا الاتجاه على مدى ال40 50 60 سنه الماضيه في هذا الاتجاه فصعب علينا نخرج من جلدنا ونطلع بشيء مختلف مختلف لهذا نحن بحاجه الى مركز متخصص طيب. ولما يجي هذا المركز المتخصص بصير المهمه هي تدريب معلمينا انه يستخدموا هذا هاي المواد بشكل الامثل التوجيهي باق لكنه بشكل مختلف امتحان الثانويه العامه مهم جدا وبالتالي التوجيه باق كامتحان ليش لانه انا ما بقدر اعتمد فقط على العلامه المدرسيه لانه كل مدرسه لها طريقتها ولها معيارها والدول الناجحه في العالم هي الدول التي لديها مقياس على على مستوى الثاني على مستوى التوجيه ولكن انا من من حواراتي مع كثير من الاختصاصيين ومنهم اللي حكينا معهم احنا بحاجه الى على الاقل امتحانين اخرين، واحد بالصف الثالث ابتدائي تخيل مش بالسادس، بالثالث يمتحن القراءة والكتابة والحساب. الهدف منه مش إني أرسب الطالب. الهدف منه أعرف هل هناك عند الطالب صعوبات تعلم أم هل هي المشكلة بالصف وبالتالي مع المعلم أم هي مشكلة أكبر وما الى ذلك واعالجها بالصف الرابع لانه اذا ما تعلم القراءه بالرابع والخامس قد اخسروا الى الابد طيب ف... وايضا امتحان بالتاسع اللي اشوف ميوله المهنيه هل هو اميل الى كذا واساعده ياخذ قراره مش اقول له انت لانه معدلك نازل روح م... 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 مهني اساعده يشوف يكتشف مهاراته وقدراته طيب. الخاصه انا راح نواصل الحوار رح نحكي اكثر عن العلاقه مع المعلمين وتطوير البنية التحتيه في المدارس وفي كثير صور عم تنتشر حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي صراحه بحاجه الى اجابه فاصل قصير ومن ثم نواصل ابقوا واصل لحوارنا وضيفنا الكريم ومعليك قبل ما اكمل بس بدي انهي التوجيهي بنسمع اراء طلبه وعندهم استفسار معين نتابع سويه اراء بعض الطلبه موعد الامتحان يعني امتحانات الوزارية كثير ممتازة كثير يعني بالنسبة لإلنا، لأنه زي ما بتحكي إنه في ناس معيدين يعني إنه كثير مناسب لإلهم يعني في وقت للدراسة حتى اللي ما بلش واللي مثلا خايف أو أي شيء، يعني في معه وقت ومعه مجال يعني عشان إنه يقدم الامتحانات الوزارية هسا الموعد بشكل عام بالنسبة لنا كصناعي مش 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 كويس بالمرة لانه في احنا موادنا هسه الفصل الاول كان عندنا سبع مواد هسه الفصل عندنا ست مواد برايي انه اعطانا فرصه اكثر انه نجيب معدل عالي باللي نجحوا يرفعوا معدلهم واللي ما نجحوا ما حالفهم الحظ بيقدروا انهم ينجحوا ويجيبوا معدل قرار يعني نص بنص يعني مفيد ومش مفيد يعني للادبي بالنسبه لهم الوضع كويس يعني لانه موادهم زخمه وحفظ بس بالنسبة للصناعي والعلم تضرر كثير يعني هالقرار ابدا مش كويس لانه احنا طلاب ويعني الفصل الاول كان تعب وارهاق ومسؤوليه وكل يعني الدراسه اللي درسناها والله العظيم انه عن جد هدت الحيل فاحنا تاملنا انه هذا الفصل يكون اسهل لانه احنا اختبرنا الفصل الاول واحنا طلاب السنه يعني لساتنا جداد الموعد أجا بعد رمضان احنا برمضان ويننا نكون يعني ماكلين هم الصيام وماكلين هم الصلاه وماكلين هم العيله ودراسه كمان موعد مناسب بيعطونا وقت حتى ندرس اكثر يعني دكتور موعد امتحان الثانويه العامه وانت تابعت الجدل بين الطلبه هناك من يتفق هناك من يختلف هناك من رضي عن القرار وهناك من لم يرضى وجهه نظرك نعم هو رضا الجميع غايه لا تدرك زي ما شفنا احنا بنجتهد احنا حاولنا ما نعملها ضمن او خلال شهر رمضان المبارك لانه هذا سيثقل على 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 الطلب معلش معلش ما احنا عندنا خيارات عندنا أن خيار انه نعملها على الاقل لما يكون الطالب في كامل نشاطه وكامل قدرته وما الى ذلك وبعد العيد ايضا فهو هذا كان اجتهادنا لا ندعي انه يعني في في خطا وصواب في هذا الموضوع بعض الطلبه حسب امكانياتهم يبدو انه الاناث مع والذكور ضد يبدو انه الصناعي مع يعني <applause> صناعي والعلمي مش كثير مرتاحين بالقرار هو اللي هم اللي بيشكوا منه مش التوقيت اللي بيشكوا منه آآ آآ كثافه الماده والتحضير لها والقلق من التوجيه نرجع لموضوع القلق يعني احنا ما لازم يكون هذا الانطباع وما لازم تكون هاي الحاله اللي فيها طلابنا طيب العلاقه مع المعلمين اليوم كيف بتقيمها ونحن أه حاولنا الحقيقه نتواصل مع النقابه لكن للاسف لم نتمكن بالمطلق نعم. من سماع رايهم أه من الحقيقة حول علاقتهم مع وزاره الماليه أه يعني يمكن لازم تسمع منهم ب طيب. ب بلقاءات لاحقه بس انا من وجهه نظري أه هي علاقه تشاركيه احنا نجتمع أه كل اسبوعين ونتحدث في كافه الامور اللي علاقه بالمناهج بترتيب الصفوف بحصص بالحصص بالانصبه بدور المعلم ببيئه المدرسه بكل هاي الامور نتباحث فيها لانه شركاء اذا ما كنا شركاء في هذه العمليه في شيء غلط فانا والحمد لله يعني اجد تعاون انفتاح يدافعون بشراسه عن قضاياهم وهذا حقهم وواجبهم اتجاه المعلمين ونحن من ايضا من وجهه نظر مسؤوليتنا عن العمليه التعليميه وايضا و... نحاول جاهدين طبعا كنا بنعرف في محدوديه المصادر ولكن نحاول جاهدين في يعني مساعدة المعلم في الارتقاء و و وتحسين البيئة ومده بالوسائل اللي بتقدر تساعده في في الصف وبحياته بشكل عام ان كان في الاسكان ولا ان كان في 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 القضايا طيب تطوير البنى التحتيه للمدارس ونحن ما بنحكي فقط بنى تحتيه بنحكي تطوير البيئه المدرسيه. في أه عندنا واقع ماساوي. نعم. يعني أه كبير أه من أنا صراحه. أه انا عملت مجموعه من الجولات آه شفت فيها أحسن المدارس آه وشفت فيها أيضا آه مدارس بصراحة آه وضعها الـ 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 من ناحية آه النظافة من ناحية الصيانة من ناحية الـ حتى الـ درجة الحرارة بالشتاء أو بالصيف آه المقاصف اللي هي فيها بحاجة كبيرة إلى عناية هذا يتطلب وطبعا اللجوء السوري خصوصا في مناطق الشمال أيضا أضاف عنا بعد آخر في عنا أهالي يعني يشتكوا اللي أيضا طبعا يعني نظام الفترتين وما إلى ذلك في ضغط حقيقي عنا في البنية التحتية هذا يتطلب شراكات أولا إحنا عم نحط الآن قائمة بالأولويات اللي بدها إما المناطق اللي بدها أبنية جديدة ومدارس جديدة وأيضا المناطق اللي بدها صيانة وإضافات ورفصة وهذه بدها تمويل واحنا نسعى الى ايجاد التمويل، جزء منه من جهات مانحه ولكن الجزء الاخر بدنا نشارك بالشراكه مع القطاع الخاص. هناك دور اساسي في البيئه المدرسيه لاولياء امور الطلبه. وهناك اطار لذلك اللي هو مجلس التطوير التربوي، اللي هو بالانتخابات ومشكل من اولياء الامور. الاولياء الامور معنيين بشكل مباشر. بتحسين البيئة الصفية بالتعامل مع المدرسة بتحسين شروط وضعها الداخلي وأيضا بالنشاط اللاصفي اللي ممكن نعمله فهي شراكة حقيقية لازم كلنا نشتغل عليها طيب إحنا كل ما سمعنا اليوم وعشان أكون معك صريح منظور بتطور وكلام جميل والسؤال عن تطبيقه على أرض الواقع قبل ما أسمع ردك على هذا السؤال الأخير أنا بدي أسمع بس بعجالة ردك على بعض الأراء اللي إجتنا أو الأسئلة عفوا اللي إجتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خالد جوالني لماذا لا يتم إدراج اللغة الفرنسية ضمن المواد الدراسية للطلاب في بعض المدارس عندنا عندها اللغه الفرنسيه بما فيها القطاع الخاص طبعا عنده وفي بعض مدارس القطاع العام ولكن المتكلمين والمتحدثين باللغه الفرنسيه من المعلمين نسبتهم قليله وبالتالي والطلب ايضا قليل. طيب لماذا لا يتم ترفيع المعلمين من من تزيد خدمتهم عن 15 سنه الى اداريين دون الحاجه الى المؤهلات العلميه العليا كالدبلوم العالي والماجستير؟ لانه احنا مش بحاجه لكثير اداريين، احنا بحاجه الى معلمين متمرسين موجودين في هذا السؤال من خلف الشرفات، اسراء اغنيم تسالك ليه ممنوع الذكور يدرسوا الصفوف الثلاث الاولى المختلطه في المدارس الخاصه؟ ليس هناك ما يمنع من ناحيه المبدا ولكن التجربه ان المعلمه خصوصا بالصفوف الثلاث الاولى أفضل. عم بيكون عندها دور رائع لانه هي تلعب دورين، دور المعلمه والمربيه واحيانا الام في معالجه شو صار بتخفيض رواتب بناء المكتبات المدرسيه اللي اصبحت كرواتب الأذنة في المدارس وهم يحملون شهادات عليا وبكالوريوس هذا من ابو مالك؟ آه، آه، الان قبل آه، فتره قبل سنه او اكثر اظني تم فرز والتفريق بين المعلم آه، آه، الذي يمارس مهنه التعليم والاداريين الذين لا يمارسون، احنا سالنا وانا بالنسبه للمكتبات كنت اعتقد انهم اقرب لمهنة التعليم منهم للإداريين ولكن عدنا إلى وزارة تطوير القطاع العام ولكن كان الرأي أنه لا تصنيفهم على على انهم اداريين في هذه المرحله طيب. على الاقل نادي العمري بتقول لك المناهج اللي راح يدرسها طالب التوجيه العام القادم نفس المناهج ولا مناهج جديده لا هي مناهج جديده ولكنها مناهج اقل كثافة من المدا من المناهج السابقة. آخر سؤال هيثم عبر تويتر بسألك لماذا لا يتم إعادة النظر بالنسبة لموضوع عدم اعتماد مادة الحاسوب ضمن المعدل لما له من آثار سلبية على قطاع واسع من المعلمين وأهمية علوم الحاسوب. علوم الحاسوب أصبحت أساسية وفي كل شيء بنعمله الآن إيه فاحنا نفكر في هذا الموضوع ولكن كيف تكون جزء من كل شيء بيأخذه الطالب احنا في عندنا امتحان اللي هو الاي سي دي ال اللي صار يأخذه اي 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 شخص فهو ولكن يعني انتهي بالقول ان كل هذه الامور مفتوحه للحوار والتطوير عندنا كفاءات قادره على تنفيذها كل هذه كل هذه الحوارات نحكي عنها عندنا كفاءات قادره على تنفيذها اليوم في الميدان هذا ما ليس لدي شك فيه اطلاقا القصه مش قصه كفاءات القصه قصه استمراريه وتراكم وتطوير وتصميم انه هذا الإشارة. هذا هو. المنظور الايجابي والمنظور المتطور تراه قابل للتطبيق في فتره زمنيه قريبه ولا بدنا سنوات في قضايا بدها اشهر في قضايا بدها سنه او سنتين وفي قضايا لن تؤتي وكلها إلا بعد عشر سنوات موضوع التربية والتعليم بي بي بالذات ما بصير نقاربه بي بي بنفس قصير بدنا نكون عارفين البوصلة وين رايحة السرعة وفي شغلات ممكن ننجزها على السريع وشغلات بدنا نصبر عليها بس بدنا نضلنا مركزين عليها وما ننساها انا بأتمنى لك كل التوفيق مع الدكتور عمر رزاز وزير التربيه والتعليم شرفتني اليوم واشكرك على صراحتك شكرا لك شكرا لك, مشاهدينا اذا الى هنا نكون قد وصلنا لنهايه حلقه الليله من نبض بلد رؤية كما عهدتموها كانت ولا تزال واستبقى دائما معكم منكم واليكم فللاردن رؤية تصبحون على خير شكرا